السلام عليكم خوتي ديالنا والاخوات ديالنا والمتتبعين ديالنا، معاكم عقارة بلادي. كنصوروا لكم اليوم، جاكم واحد الجديد اليوم تبارك الله، جديد واحد الهكتار تبارك الله، اللهم بارك. هو هذا شاد على هذاك مول النعناع، مول البير شاد على هذا الفير، ما تبارك الله هي شاد على الفير، ما هي هذه هي هذا واحد الهكتار على الحد ديالو شتو. وهذا هكتار الشاطي بعيد منه ب 50 متر، الشاطي على ديك الدار اللي هي شتوها، هذه فير محداه تبارك الله. وهذا هذا الهكتار ملكية حرة، مربع زوين برع من داك الطراز العالي، ما موجود الضوء فيه، الضوء في هذه الفير ما تبارك الله، هو داخلها من هنا غتاخذ الضوء، الضوء كاين من الراس من اللي من تحت، راه كيبان لك مع ديك الفير من التحتانية. وقطار زوين مخير واعر، هذا كيتحسب على ولاد سعيد، خارج على 4 كيلومتر 5 كيلومتر طريق برشيد، برشيد برشيد اخويا بعيد على برشيد ب 30 كيلومتر، برشيد 30 كيلومتر بالضبط، راه الكيلومتر ليه 30 كيلومتر، باش بعيد على برشيد وجه من ولاد سعيد شي 6 كيلومتر ان شاء الله. هذا القطار مليح مخير برع ملكية حرة، وانا هو على قليل السطات، الثمن ديالو 32 مليون. هو هذا، والسلام عليكم.